أهلا بحضراتكم، هنا عاش البطل، هنا منزل الشهيد ضياء فتوح. هذه الأيام تمر علينا الذكرى 10 لثورة 30 يونيو. حبينا نعمل لقاءات مع أسر الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن. والنهاردة معانا والدة الشهيد ضياء فتوح. أهلا بحضرتك. عاوزين نعرف من حضرتك، احنا يمكن عملنا قبل كده لقاء سابق وتكلمنا عن الشهيد، بس الناس عاوزة تعرف مين هو الشهيد ضياء فتوح. ضياء فتحي ده خبير المفرقعات اللي فجروا فيه القنبلة في 6/1/2015 بجوار اسم الطلبية في محيط البنزينة شارع الهرم. حاجة عاوزين كلمين عن اخر لقاء جمعك او اخر حوار دار بينك وبين الشهيد ضياء فتوح. والله هو اخر حوار ده كان يعني بيدل على ان ضياء حسوش التاني يوم، لاني شفته في الحلم واتمنيت ان احنا نجتمع مع بعض، وبالفعل قعدنا مع بعض واتمنيت ان هو يقعد معايا فترة اطول، لكن راح. كان طبعا لان عنده شغل الصبح الساعة 6، كان في عيد الاخوة الاقباط، فكان لازم يقوم بدري عشان يمشط الاماكن الحيوية ويأمنها. في الوقت ده كان في قنبلة، يعني عرفوا ان هي ايجابية، وكان الجو سيء جدا، فاللي كان واقف اللي كان المفروض يفكك القنبلة اتأخر شوية، فكانت هي من نصيب ضياء. عشان كده لما هو جه يعني يتعامل معاها، جه الضابط اللي هو المفروض يفككها قال له لا دي بتاعتي، فهي كانت بتاعته، لان هو ربنا كان رايد ليه الشهادة في اليوم دوت. يوم 6 يناير من عام 2015 عرفتي من مين ولا مين بلغك بخبر استشهاد الشهيد ضياء؟ هو عرفت بتليفون من ابن اختي، فكان بيقول لي يا خالتي هو ده ضياء، ده ضياء مصاب. قلت له لا، قال لي انا شفته في التلفزيون. قلت له طالما جه في التلفزيون يبقى شفت الحدث وانا نايمه بالليل، شفته لما انفجر، ولما كنت فعلا فاكراها حقيقه، فلما لقيته ان حلم فقمت عشان ادور عليه، قمت اشوف هو ده حلم ولا حقيقه، فكان حلم، انما اتحقق الصبح. لذلك انا كنت متمنيه ان انا اقعد اطول وقت معاه، والحمد لله ان انا ما قلتلوش، يعني انا ما عرفتش ازاي ان انا ما قلتلوش ان انا يا ضياء ان انا حلمت بكذا، بس انا قلت له انت كنت فين؟ فقال لي انا كنت بودع الحمام. قلت له يعني ايه بتودع الحمام؟ قال لي مش عارف يا ماما، انا بكره كده عندي شغل وربنا يستر. دي كانت اول مره، يعني هو فعلا كان بيتمنى الشهاده، لان كنا كل ما نقعد مع بعض ونتفرج على اسر الشهداء، الناس اللي بتستشهد اللي استشهدوا قبليه، فانا كنت حتى بقول له يا ضياء ده الدور عليك، فكان بيقول لي يا ماما وانا اطول اموت شهيد. قلت له والله يا ضياء لو ربنا رايد لك الشهاده، ما هو انت كنت في المباحث واتضربت بالرصاصه في صدرك، وربنا اراد لك ان انت تعيش، فانت لو رحت لاي قنبله كانت من نصيبك اكيد هما مش هيسيبوك، الاخوان مش هيسيبوك. فبيقول لي يا ماما والله يا ريت اموت شهيد. من ساعتها على فكره انا برضو جالي نوع من القلق والتوتر، اني عارفه ان ضياء هيستشهد. ربنا يرحمه ويرحم كل شهدائنا. الشهيد ضياء واحد من الناس اللي أثروا فينا كلنا وقدم روحه للوطن. عايزين من حضرتك نعرف آخر مرة قابلك ضياء لما كان بودع الحمام. تمام. ضياء كان بيزعل والدته وصلحها إزاي؟ لا، عمره ما زعلني، عمر ضياء ما زعلني. ضياء اللي حازز في نفسي ان انا كنت جزء منه، يعني مش جزء واحد، كله زي ما هو كان كل حاجه ليا انا. فضياء اول قبل ما يطلع
وقبل ما ينزل وقبل ما واول ما يجي من الشغل انا كنت بستخبى منه عشان اسمع وهو بيقول ايه يا ماما فين. فانا كنت اقول له وانت مش اتجوزت انت ايه يا ايه ضياء؟ لا يا ماما وانت هتسيبينا وتروحي فين؟ هو اللي سابني. فعمر ضياء ما زعلني، انا ما اعرفش صوته اصلا. هو كان سبحان الله هو كان ابن موت من صغره.